هسه عندنا الميزة الاسبكت، the vocal outline. طبعا احنا كل اسبكت لمن يعني من درس ندرس الاوتلاينات وندرس كريستوف كيرفيتشر السيرفايكال لاين، يعني يمكن بالميزة الاسبكت نشوف الاوتلاينات عندنا البوكال اوتلاين. طبعا هسه هذا الميزة الاسبكت عفوا هذا الميزة عفوا هذا الميزة بس هذا الروت ما اعرف شلون صاير. المهم البوكال اوتلاين اللي هو هذا هذا البوكال اوتلاين has a crest of curvature within the cervical third. نلاحظ ان crest of curvature اللي هو مال اوتلاين اوتلاين بعد هيجي هنا هنا انا واقف الكيرفتشر مالته مستمر، اذا هاي المنطقه اللي يوقف فيها crest of curvature صار هنا أنا. تقريبا بالسيرفايكال ثيرد عفوا موتش تقريبا هذا السيرفايكال ها كريستوف كيرفيتشر هاي من جهة البوكال هاي جهة اللينجوال then it continues with a convex outline until the tip of the cusp. لكن لاحظ انه بعدين ورا الكريستال كيرفج هنا تقريبا يكون كونفكس يعني هيك. النقطة الثانية the lingual outline has a crest of curvature within the middle third. نلاحظ يعني انه الكريست اوف كيرفشر هنا تقريبا هنا وياها صايرة هنا تقريبا صايرة بالميدل ثيرد and shows a convex pattern كونفكس باترن على نمط يعني هو يعني هو شكل الاوتلاين يكون فوق اسمه كونفكس مثل ما نشوف until it reach the cusp of Carabelli. هذا من جهة الميزة ايضا نلاحظ الكسب of Carabelli اللي هو هذا هذا الكسب of Carabelli اللي باللون الاخضر فالاوتلاين هذا مو هسه ماشي كونفكس الى ان يوصل للتيب اوف ذا كاسب اوف كاربيلي او كاسب اوف كاربيلي فتقريبا يعني هو ايضا يعني شلون الكونفكس ما تتغير وهو هذا كله كونفكس لكن هو الكاسب اوف كاربيلي نفسه ايضا يظهر كونفكس اسمه convex outline هذا أيضا يظهر convexity. النقطة الثالثة the means marginal ridge is located at the level بس قبل ما نكمل إذا هسه احنا عرفنا إنه البوكال أوتلاين الكريستوف كيرفيتشر هنا أنا بالبوكال تكون بالسيرفايكال ثيرد بينما باللينجوال تكون بالميدل ثيرد وايضا عندنا البوكال اوتلاين هو بشكل عام ورا كريستوف كيرفيتشر يكون كونفكس بينما اللينجوال اوتلاين ايضا يظهر كونفكس باترن يعني ممكن كونفكس الى ان يوصل للكاسب اوف كارميلي كاسب اوف كارميلي ايضا تظهر كونفكسيتي شوز اراتور كونفكسيتي وشوز اراتور كونفكسيتي. النقطة الثالثة تيميسا ماجنال ريتش اللي هو هذا اللي هي الحافة مع السطح الميزيال الفاصلة الحافة الفاصلة بين السطح الميزيال وبين الأكلوسال أسبكت اللي هو سوامان بين كل هذا margin ridge is located at a level 1 إلى 5 of the height of the crown from the tip of the cusp يعني ال tip of the cusp اللي هن هذين في marginal ridge located at a level 5 of the height of the crown الهايت مال crown اللي هو سالم وهذا هذا height of the crown from the tip of the cusp منا لهنا فخمس الهايت
هذا تقريبا خمس الهايت يحتله، أو يعني خمس الهايت يبدي منه الماجينال ريدج. اسمه النقطة الرابعة اسمه the cervical line curves occlusally about اسمه 1 مليم. شو اسمه شيكيد الكيرفشر باتجاه الميزيال او الكيرفشر كيرفشر بالميزيال او الديستال اسبكت كيرفشر كونتورس ذا كلوزال. فهذا يا تقريبا ينحرف تقريبا 1 مليم، وهذا مهم قد يجي فراغ. النقطة الخامسة the intercuspal distance of the two mesial cusps is a little more than the half the focal lingual dimension of the crown. يعني the intercuspal distance. Intercuspal distance يعني المسافة بين الكسب، يعني المسافة بين الكسبس بين بين الكسبات الاثنين. المسافة هاي is a little more than the half of the vocal lingual dimension. Vocal lingual dimension اللي هي هاي تقريبا. نص ال vocal lingual dimension هاي تقريبا خلينا نقول. فهاي اللي هي تمثل نص ال vocal lingual dimension تكون أقل من ال intercuspal distance between the two cusps. نقطة السادسة the mesial contact area is mesial contact area is focal to the focal lingual center of the crown. تقريبا ال contact area من جهة الميزر، يعني ال contact area mesial contact area تقريبا هنا صايرة هنا، أو عفوا هنا صايرة هاوية. يعني لما نبعلها من هاي الجهة نلاحظها هاي، يعني ايش اسم الجزء الطالع يعني من عندها اللي هو هذا تقريبا يكون متجه بوكالي للبوكالينج وول سنتر. بوكالينج وول سنتر اللي هو هذا تقريبا، فهاي يكون متجه بوكالي عن هذا. والنقطة الأخيرة the lingual at the mesial vocal roots are seen. نلاحظ انه هذا من هاي الجهة نقدر نشوف الميزيو بوكال واللينجوال روت and the وال اسمه ميزيو بوكال كاس بيكون وايدر بوكال لينجوالي، يعني يكون يعني يكون يعني يكون اعرض بوكال لينجوالي.